على فكره انا عامل الحلقه النهارده عشان هم ما بيردوش علينا فحضرتك اللي هترد. انا عامل الحلقه النهارده ليه؟ علشان نتكلم على او نقول للانديه يا جماعه بدل ما انت بتتخانق من هنا وبتروح تستلف من البنك ده وتستلف من البنك ده، حاول تخلص او اسمها ايه، حاول ان انت تشتغل على موضوع الموارد بتاعتك تطور من ادواتك بحيث ان انت تقدر تبيع وتقدر تشتري وتقدر تاخد، تقدر بدل ما تدفع مليون تدفع 2 و3 و4 عشان يجي لك عليهم 10 و20. طيب اين نحن الان من ملف الاستثمار الرياضي في كره القدم؟ والله هو احنا عندنا دوري قوي بس ما عندناش يعني سيستم ماشيين عليه. لازم اولا الانديه تكون كلها شركات كوره، يعني لازم يكون في كل الانديه في شركات كوره عشان انا اقدر اعمل سيستم ويكون في سيستم وفي نظام. الحاجه الثانيه لازم اغلب الانديه يكون عندها ادارات تسويق. طبعا ادارات التسويق دي هي اللي هتبقى مسؤوله عن التسويق والحساب الاموال اللي داخله والاموال اللي خارجه. خليني اقول لحضرتك بما ان احنا بنتكلم على الاستثمار الرياضي، خليني اقول لحضرتك ان البرازيل كره القدم فيها 5% من اجمالي الدخل القومي، يعني الدخل القومي الاقتصاد بتاع البرازيل 5% منه من كرة القدم. البرازيل كريم كان بيتكلم على فرنسا، البرازيل هي الأكتر، البرازيل أكتر دولة في العالم بتصدر لعيبة. البرازيل رقم واحد مصدرة في الإحصائية دي لسه طالعة في شهر 5، مصدرة محترفين برا البرازيل 1219 لاعب. الدولة الثانية فرنسا 978 لاعب، الأرجنتين 815، انجلترا 525، المانيا 441. فانت بتتكلم البرازيل وفرنسا اكتر دولتين بيصدروا لعبتهم بره. خليني اقول لحضرتك كمان ان الاقتصاد بصفه عامه في الكوره دلوقتي، انت حوالي 7 مليار شخص حوالين العالم، منهم مليار بيشتغل او بيحصل على دخل من خلال العمل في الرياضه، سواء بقى في كره القدم سواء في الاستادات في المجال الكروي بصفه عامه. فده رقم كبير جدا، احصائيات عملت برضو في احد المواقع العالميه ان نسبه كبيره، ان ده نتيجه برضو بيتكلموا على الاقتصاد. يعني النهارده الدوري الانجليزي يعني ايه الدخل وايه الفلوس والمكاسب اللي موجوده دي؟ انت النهارده الاقتصاد الانجليزي داخل الاقتصاد 7.6 مليار استرليني مساهمه بس في ضخ الاقتصاد. اهو قدامنا الارقام 7.6 ده ضخ للخزنه العامه في الاقتصاد. تخيل في البريطاني رقم كبير جدا. تخيل ولا مش يعني 7.6 مليار. الحاجه الثانيه 3.6 دي اللي هي الضرايب. الضرايب دي اللي هي ايه؟ ضرايب دخل اللاعبين، ضرائب دخل المدربين، القيمة المضافة. يعني ايه النهارده لما انت بتجيب لاعب، اللاعب ده مثلا عقده بكذا 30 مثلا مليون 12 مليون بتاخد ضريبة، بتاخد ضريبة. فالضرائب دي بتدخل جوه الاقتصاد بتاع السياحة. الحاجة الثانية الوظائف. النهارده في الدوري الانجليزي 94 ألف وظيفة ثابتة تم توفيرهم من خلال الدوري الانجليزي، يعني بيوفروا وظائف عمل. نسبة نمو الاقتصاد في الدوري الانجليزي من سنة 98 نسبة النمو وصلت ل 840%، يعني نسبة نجاح ساحق من خلال الدوري الانجليزي. تحولت إلى صناعة، صناعة اسمها كرة القدم الانجليزية. خلينا أقول لحضرتك كمان إن بالإضافة للأرقام دي النهارده في القوى الناعمة. القوى الناعمة يعني إيه؟ النهارده كلنا قاعدين بنتابع الدوري الانجليزي، كلنا قاعدين بنشوف المواقف، نقول مثلا الاستاد قريب من الملعب، نقول ده مش عارف موقف كذا، ده والله ده انجلترا دي دوله كويسه. فانت ده القوى الناعمه، ان انت بتتكلم على الدوري، بتتفرج على ماتشات كتير وبتتكلم على الدوري بشكل كويس. كذلك برضو عدد المتابعين. النهارده محمد صلاح تم استخدامه في اعلان للدوري الايطالي، رغم ان هو دلوقتي في الدوري الانجليزي لبسوه تيشيرت روما وحطوه معانا يمكن الخبر لو استعرضناه كمان. كذلك زي ما حضرتك قلت ان النهارده بالنسبه للمتابعين المصريين بقت متابعات الدوري الانجليزي اكتر من الدوري المصري، يعني 85% مقارنه ب 80%. عملوا احصائيه بتقول ان وجود محمد صلاح في الدوري الانجليزي عدد المتابعين في البريمير ليج زاد 2 مليون متابع. 2 مليون متابع مصري. فدي وجود محمد صلاح. فانت النهارده عندك واحد زي محمد صلاح انت برده مش مستغله كاعلان مثلا على الدوري المصري، يعني اما الدوري الايطالي اللي هو اصلا مش ايطالي وحاطه كاعلان، انت ممكن برضو محمد صلاح يعمل اعلان للدوري إعلان المصري، يعني ما هو الدوري الايطالي. طب هات اعلان الدوري الايطالي وهيلبسوه الجاكيت ده اللي انت لابسه. لا لا يعني انت بتستخدم واحد زي محمد صلاح ده ممكن توديه مثلا منطقه سياحيه تقدر من خلاله ان هو تعمل دعايه، بتوديه الاهرامات، بتوديه الغردقه، بتوديه اي حته في مصر من خلالها بيقدر يعمل من خلالها دعايه ان الناس كلها. النهارده محمد صلاح ده يعتبر
يعني واحد من اهم الناس الموجوده دعايه في مصر ان انت تقدر